اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤكد بها حبي وتحقق بها قربي وتزكي بها لبي وتفرج بها كربي. أكد بحيرة لأبي طالب أن ما قاله عبد المطلب هو الحق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون له شأن عظيم. وأصبح أبو طالب أكثر قلقاً على محمد، يخاف عليه من إيذاء اليهود وأهل مكة. وأبلغ بحير الناس من حوله أن يوم مولد محمد قد أتى. هو اليوم الذي أخمدت فيه النار التي يعبدها المجوس ولم تخمد منذ 1000 سنة. النار أخمدت، النار التي لم تخمد منذ 1000 سنة أخمدت، والشرفات تتصدع. ما الذي يحدث في هذا الكون؟ ائتوني بالكهنة، هيا. ما الذي يجري بملكي أيها الكاهن؟ يا مولاي كسرى، هناك أمر عظيم. أمر عظيم في ملكي؟ إن إخماد النار بعد 1000 سنة ماذا يعني؟ وانقطاع الماء في وادي السماوة دليل على ماذا؟ وصول صاحب الجمل الأحمر من قبل العرب. من أين جئت بهذا أيها الكاهن؟
موجود في كتاب زرادشت يا مولاي. لن أترك ملكي لأحد أيا من كان. وأخذ أبو طالب يسرع في الوصول إلى مكة خوفا على النبي بعدما حدثه عنه بحيرة الراهب النصراني. Some phenomena in human life has changed by the arrival of Al-Mustafa. Abu Talib was so much worried about Muhammad from the Jews. Certains phénomènes de la vie humaine ont changé avec l'arrivée d'Al-Mustafa. Abu Talib était très inquiet pour son neveu, Muhammad, à cause des Juifs. الراهب بحيرة قال هذا عن محمد. نعم، إن محمداً ينتظره أمر جلل. إذا كان هذا فلا بد أن نجلس إلى ورقة بن نوفل. لقد اختص بحيرة محمداً باهتمامه وأخذ يتفرسه. إن محمداً منذ صغره وهو يلفت النظر. نعم، فهو صادق أمين، منفلق الوجه، أكحل العينين، بشوش. إن كان ما يقولون صحيحاً فلعله الناموس الأكبر وخاتم الأنبياء، ولئن أعطاني الله العمر لأتبعنه وأنصرنه. ما لك يا أبا طالب؟ تبدو حزينا. أخاف على ابن أخي من اليهود. وما لنا وما لهم؟ لقد أفزعك بحيرة. لقد شغلني على محمد وأخاف أن أموت قبل. أعطاك الله العمر يا زوجي. أخاف أن أترك محمدا وحده في هذه الحياة الصعبة. ستعيش وتفرح بزواجه وأولاده. آه يا محمد، حملت عمك هما فوق همومه من شدة حبه لك. ومن مساوئ مجتمع مكة وقتها أن فاحشة الزنا كانت منتشرة في جميع الأوساط، وكانت عندهم من العادات أن المتغلب في الحروب يسبي نساء المقهور فيستحلها. ولكن الأولاد الذين تكون هذه أمهم يلحقهم العار مدى حياتهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث أن يذهب لغار حراء فيتعبد ويتدبر ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض. كان صلى الله عليه وسلم يقضي الليالي الطوال في التجرد لله تعالى. يا حرب بن أمية، إن ما تفعله قيس عيلان من انتهاك للمحارم زاد عن حده.
وهذا يدعونا للحرب يا أبا خلق. حرب أنا قائدها. أنت قائد قريش وكنانة. إنهم ينتهكون الأشهر الحرم. وينتهكون الحرم. إنها حرب انفجار. متى تنتهي هذه الحروب؟ أين أنت يا محمد؟ أين أنت؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 15 من عمره، وكان ينبل على عمومته أن يجهز لهم النبل الأول. وكان الظفر لقيس عيلان في أول النهار. وفي نهاية المعركة كان الظفر لقريش وكنانة. انتصرت قريش وكنانة. انتصرت قريش وكنانة في حرب الفجار. محمد, peace be upon him, joined the war against infidels. He also attended the oath in the name of justice. محمد a participé à la guerre contre les infidèles. Il a aussi assisté au serment établi pour la justice à la Mecque. لقد انتصروا ببركة محمد يا مولاتي فاطمة. إنه مبارك أينما كان. يا حبيبي يا محمد, يا نور عيني يا محمد. وهكذا يا أخي الإمام صقلت الحروب والمحن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعلمته ودربته على قوة التحمل والصبر. وسيرته الطيبة وحسن خلقه ساعده كثيرا. نعم, حسن الخلق. حسن الخلق هو الرسالة الروحانية
التي بعث بها كل الأنبياء. ورغم أن النبي كان طفلاً ثم صبياً وشاباً، إلا أنه لم يله بالباطل. إنه الحفظ الإلهي، فالله يصنع الرسل على عينه. يا أبا طالب، ما بك يا رجل؟ أنا من زبيل، جئت أبيع بضاعتي بمكة. ولماذا تبكي هكذا؟ العاص بن وائل اشترى البضاعة مني وحبس عني حقها. إلى متى هذا الظلم؟ فلندعو كل سادة قريش لبحث هذا الأمر. واجتمعوا من بني هاشم وبني عبد المطلب وتيم بن مرة، واتفقوا وتعاهدوا في حلف أسموه حلف الفضول، على ألا يجدوا بمكة مظلوما سواء من أهلها أو غيرهم، إلا قاموا معه ونصروه وردوا له حقه. وشهد هذا الحلف رسول الله وقال بعد الرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجد. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث دائما عن القيم وينشرها بين الناس حتى قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن. وصلت رسالتك يا نبي، ترضي نبيك رسولا، ترضي لنا النور والهدى والخير يا ودينا. وصلت رسالتك يا نبي، ترضي نبيك رسولا، ترضي لنا النور والهدى والخير يا ودينا. سبت لنا طوق هو النجاة يحمينا من موج الحياة، للي يضل وقلبه ده سنة وكتاب معينة. يحمينا من موج الحياة، سنة وكتاب معينة. وصلت رسالتك يا نبي، يا رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. سيرتك رحقنا المختوم
غالي وحبك مليك.